هذه نشرة الثامنة من الميادين وفي عناوينها. معارك عنيفة بين وحدات حماية الشعب والجيش التركي في ناحية بلبل الحدودية مع تركيا. تظاهرات في مدينة بن نشر ومحيطها بريف إدلب للمطالبة بخروج مسلحي جبهة النصرة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرع نبوءة استيطانية في الضفة ومناورات لإخلاء مبنى الكنيسة لضمان استمرار عمله في حال إصابته. صعوبات تواجه عودة أهالي مدينة تاورغاء الليبية وأهالي مصراتة يطالبونهم بالتراجع عن مواقفهم العدائية. أهلا بكم. أفاد مراسل الميادين بأن معظم قرى شمال عفرين الحدودية مع تركيا باتت مناطق اشتباكات بين وحدات حماية الشعب والجيش التركي. قد اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط بلدة بقجة الحدودية بموازاة اشتباكات في القرى السورية التابعة لناحية بلبل الحدودية. كما أفشلت وحدات حماية الشعب عدة هجمات للجيش التركي باتجاه بعض القرى الحدودية في منطقتي بلبل وراجو، فيما تعرضت بلدتا قسطة الخضر وزعرة لقصف تركي. هذا وتحدثت التنسيقيات المسلحين عن دخول رتل عسكري لفيلق الشام والفرقة 23 والزنكي إلى تركيا للمشاركة في معارك عفرين. تضم وحدات حماية الشعب الكردية فتيات مدربات على القتال في خطوط المواجهة. الميادين رصدت مشاركة هؤلاء الفتيات في الخطوط الأمامية من جبهة الخليل غرب عفرين. علي مرتضى. هو مشهد غير اعتيادي، فتيات بعدادهن وسلاحهن على جبهة القتال في منطقة عفرين. قديش عمرك؟ 18 عاما. إذا إجا خيار أنك تتركي هيدي الأرض وتفلي، ممكن تتركي وتفلي؟ هذه أرضنا ونحن نقاتل دفاعا عن شعبنا، لن نترك هذه الأرض طالما فينا روح. تمتشق كل منهن سلاحها الرشاش ويتوزعن بين أزقة القرى الحدودية بانتظار الجنود الأتراك. بيجي علينا بيحاربوا هيك شغلات، يعني نحن بنقاوم مشان هاي الشغلات، يعني نقاوم مشان ندافع عن شعبنا، مشان أرضنا ندافع عنها. مستفيدات من طبيعة المعركة، تتنقل مقاتلات وحدات حماية الشعب الكردية إلى جانب مقاتليها. لا فرق هنا بين رجل وامرأة، الجنسان سواسية في المواجهة، حتى إن أول عملية استشهادية بمصطلح الوحدات كانت لامرأة. وجودنا في الجبهات الأمامية مقدس بالنسبة لنا ولا سيما كنساء، لأننا نثبت إرادتنا أمام العالم كله، نفدي بجسدنا أرضنا. لا يوجد قوة تفارقنا عن الرجال في الجبهة، إرادتنا كإرادة كل المقاتلين، نقاتل لآخر نقطة دم في جسدنا. تمتزج رقة الجنس اللطيف هنا بقوة إرادة المواجهة. في تفاصيل وجه المقاتلات، غبار المعارك يخط حكايا مواجهة تشكل هؤلاء النسوة جزءا أساسيا فيها. بين أزقة قرية الخليل يتجول مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية ليدافعوا عن هذه القرية التي استرجعوها باكرا. كما نرى فإن هؤلاء المقاتلين الذين يتنقلون في الأزقة يقومون بالتنقل بعيدا عن تصوير كاميرات المراقبة التي توضع في التلال المقابلة، وكذلك بعيدا عن تصوير طائرات الاستطلاع. نساء وشباب تمركزوا هنا لاسترجاع هذه القرية ولإعادتها إلى سيطرتهم، خاصة أنهم هم أبناء هذه القرى وقالوا أنهم لن يتخلوا عنها. علي مرتضى، الخليل، الميادين.
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تملك معلومات بشأن هوية الدولة التي زودت المسلحين الأكراد بالأسلحة التي قصفت الدبابة التركية في مدينة عفرين السورية وأسفرت عن مقتل 5 جنود. وقبيل سفره إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس، أعلن أردوغان أن مباحثاته مع البابا ستركز على وضع القدس والقضية الفلسطينية وسوريا والعراق ومسألة اللاجئين. قتل شخص وأصيب آخر جراء اقتحام مسلحي جبهة النصرة منازل المدنيين في مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي. وأظهرت مشاهد فيديو من داخل بنش تظاهرة في المدينة ندد المشاركون فيها بجبهة النصرة، وأظهرت اقتحام المحتجين مبنى تابعا للجبهة. تخطت خسائر جبهة النصرة الجبهات إلى فقدان حاضنتها في الشمال السوري. مدينة بنش تنتفض في وجه هيئة تحرير الشام. العشرات في المدينة بإدلب شمال سوريا تظاهروا ضدها، هي التي كانت قد شنت حملة اعتقالات طالت المتظاهرين ضدها قبل أيام. أطلقت النار عليهم ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين على أيدي عناصر الهيئة. اليوم طالع مظاهرة في مدينة كفرنبيل لرجع روح الثورة على المدينة، ومشان الفصائل قاعدة ما يعرفوا بتخيل بترد الجيش تروح تطلع، ومشان نرجع على الثورة 2011. مشاهد فيديو من داخل بنش أظهرت تظاهرة في المدينة ردد خلالها المشاركون الشعارات المنددة بالنصرة، كما أظهرت اقتحام المحتجين مبنى تابعا للجبهة حيث رفعوا فوقه علم الجيش الحر وطلبوا بإسقاط الفصائل المسلحة ومسؤوليها. ومن قرية الغدفة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وقرية كفرومة في الريف الجنوبي طرد الأهالي مسلحي النصرة من على حواجز القرية. غضب جماهيري للناس في مدينة بنيش. طبعا السبب هو تقدم الجيش وما في، يعني حسب كلام الناس انه ما في صد فعلي للنظام بشكل جيد، هذا سبب غضبهم وطلعوا اسقطوا الفصائل وحكومة الانقاذ وطالبوا بإعادة السلاح للشعب انه هو بيصد عن حاله. يعني كل هذه التطورات جاءت بعد تقدم الجيش السوري واقترابه من تحرير مدينة سراقب الاستراتيجية، وبعد الهزائم المتلاحقة التي تتعرض لها هيئة تحرير الشام على غير جبهة. أفاد الإعلام الحربي بأن الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة حرروا قريتي أم حريزة واسميرية من داعش في ريف حماة الشمالي الشرقي. وفي ريف حلب الجنوبي حرر الجيش السوري وحلفائه تل توقان بعد معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة. وبذلك بات الجيش على بعد نحو 9 كيلومترات من سراقب في ريف إدلب. الإعلام الحربي وثق تحرير عدد من القرى في المنطقة إضافة إلى مشاهد جوية لقرية تلممو، كما تظهر المشاهد الأنفاق التي أنشأتها جبهة النصرة قبل فرارها من المنطقة. نشرة الثامنة مستمرة معكم، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. من
جديد أهلا بكم. وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على خطة لتسوية البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد غرب نابلس وتحويلها إلى مستوطنة معترف بها إسرائيليا، وذلك بعد مرور نحو شهر على مقتل الحاخام رزئيل شلاح. رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات يوسي داغان وصف قرار الحكومة باللحظة التاريخية وبالعمل الصهيوني الصحيح. من جانبها قالت تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني إن الجواب للإرهاب هو يد عسكرية من حديد وترسيم الحدود وليس خضوع الحكومة الإسرائيلية إلى أقلية وفق تعبيرها. نشر موقع ميفزاك لايف الإسرائيلي خبرا عن إجراء مناورة لإخلاء مبنى الكنيسة الإسرائيلي من أجل تمكينه من استمرارية العمل في مكان بديل في حال أصيب المبنى الأساسي. وتجري هذه المناورة مرة كل عدة سنوات، ويتمحور سيناريو المناورة الأخيرة حول إصابة الكنيسة بصواريخ أرض أرض، ما يجعل إخلاءه مطلوبا. القلق الذي انتاب كثيرين في إسرائيل بسبب منسوب التهديدات الإسرائيلية المرتفعة ضد حزب الله دفع عددا من المعلقين والخبراء للتدخل بهدف الحد من تداعيات تلك التهديدات. علي فقيه. بعد أن قرع المسؤولون في إسرائيل طبول الحرب طوال الأيام الماضية وتسلقوا عاليا شجرة التهديدات ما انعكس خوفا وقلقا بين الإسرائيليين، انبرى عدد من الخبراء والمعلقين للتخفيف من حدة التداعيات والتقليل من احتمالات الحرب، واضعين التهديدات في سياق التحذير الاستباقي من إنتاج حزب الله صواريخ دقيقة. في هذه المرحلة لا يوجد مصنع لإنتاج الصواريخ على أرض لبنان. حزب الله بدأ بالتحضير لذلك. أما التهديدات الإسرائيلية بشأن بناء مصنع لإنتاج الصواريخ الدقيقة فهي جزء من الأعمال الاستباقية. حتى هذا الوقت لا يوجد إنتاج لسلاح دقيق على أرض لبنان. المشكلة هناك هي الكمية والمدى. تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي قصد بها تخويف اللبنانيين انعكست قلقا في إسرائيل، قلق دفع معلقين أمنيين للقول إن الحرب ليست على الأبواب. يجدر القول أنه في الوقت الذي سمعنا فيه طوال الأسبوع الأخير تصريحات تحذير من إسرائيل بخصوص مصانع الصواريخ في لبنان وعلى الوسائل الإعلامية اللبنانية يتناولون موضوع الجدار كما يتناولون موضوعا آخر هو كلام ليبرمان عن أحد حقول الغاز على الحدود البحرية المختلف عليها بين الدولتين، ما أثار حفيظة كل المؤسسة السياسية في لبنان ونجح في توحيد كل الأطراف. سلسلة التهديدات الإسرائيلية التي وجهت إلى لبنان هدفها منع التدهور إلى حرب، ولا ينبغي الخوف كثيرا. وفيما تحدث خبراء عن ردع متبادل على الجبهات الشمالية، عز آخرون أنفسهم بأن امتلاك حزب الله لمخزون صواريخ هائل قادر على ضرب أي نقطة في إسرائيل سيدفع إسرائيل إلى تجنب الحرب الاختيارية ضدها. فعاليات متعددة في غزة رفضا للحصار ودعما للقدس وتنديدا بإدراج قادة المقاومة على قوائم الإرهاب الأمريكية. أحمد غانم. هنا في ساحة السرايا وسط غزة اعتصم آلاف الأيتام رافعين شعارات منددة بالاحتلال ومطالبة بأبسط حقوقهم الإنسانية أسوة بأطفال العالم. أطفال وجهوا نداءات استغاثة للوقوف إلى جانبهم ورفع الحصار عن القطاع. احنا جايين عشان يشتد علينا الحصار، احنا لا يوجد عندنا لا تعليم ولا صحة ولا حاجة، احنا بدنا نعيش زي بقية أطفال العالم، احنا لا حدا بينفع نعالج، احنا ملناش دخل لا في السياسة، احنا بدنا يفتحوا لنا المعابر. بوجه رسالتي لكل الدول العربية والشعب العربي، انكم تقفوا معانا، لأنه احنا قبلتنا واحدة وديننا واحد. يشهد العالم بتحييد البعد الإنساني عن البعد السياسي. فأموت حرقاً. الاعتصام يأتي ضمن حملة أنقذوا غزة والتي أطلقها تجمع المؤسسات الخيرية قبل 3 أسابيع للتحذير من إمكانية توقف خدماتها بفعل تجميد حساباتها المالية. المطالبات بكسر الحصار عن القطاع ترافقت مع دعوات لتصعيد انتفاضة القدس ومع مواقف ترفض أي اتهام للمقاومة وقياداتها بالإرهاب.
نواب المجلس التشريعي أدانوا القرار الأمريكي بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قوائم الإرهاب الأمريكية، مؤكدين أن القرار يأتي في سياقات خطيرة تستدعي ضرورة مجابهتها بكل السبل. ده واضح أنه قرار ممنهج ومدروس ولم يأتي عبثا، لأنه في الظرف والوقت المطلوب أن تكون هناك صفقة، هذه الصفقة لإضاعة القضية الفلسطينية وإخراجها من الوضع الذي فيه. هذا القرار يجرئ الاحتلال الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وفي ساحة بلدية غزة وقفة منددة بقرارات الرئيس الأمريكي ضد القضية الفلسطينية لتأكيد عروبة القدس. لن نقبل أي مساومة، لن نبيع ثوابتنا مهما كان حجم المال، نحن قدسنا هذه عاصمة دولتنا وسنقاوم من أجل تحريرها بإذن الله. تواصل انتفاضة القدس من شأنه وفق الخبراء أن يدفع باتجاه إسقاط قرار ترامب وأن يعزز من صمود المقدسيين. أحمد غانم، غزة، الميادين. أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرة أنه التقى الأمير البحريني مبارك الخليفة بشكل علني في تل أبيب. وفي تغريدة على موقع تويتر كتب قرة بالعبرية: للمرة الأولى التقيت علنا في تل أبيب الأمير البحريني لتعزيز العلاقات بين البلدين، يسعدني أن أستضيفه الاثنين في الكنيسة أيضا. في وقت لاحق تم الإعلان عن لقاء الأمير البحريني مع وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. يتعرض الشريط الحدودي العراقي السوري بين الحين والآخر لهجمات انتحارية تنفذها فلول داعش انطلاقا من الأراضي السورية. القوات العراقية تؤكد تصديها وإفشالها تلك الهجمات. محمد الفهد. نهاية داعش في العراق لا تعني انتهاء التهديد الأمني لفلول التنظيم. الحدود العراقية السورية من معبر تل صفوق غرب الموصل حتى شمال شرق القائم عرضة لهجمات متفرقة انطلاقا من الأراضي السورية. قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي قتلوا العشرات من الانتحاريين وفجروا عددا من السيارات المفخخة منذ إعلان تحرير كامل الأراضي العراقية حتى الآن. قواتنا ما تقدر تعبر إلى الحدود السورية، فمن مكانهم هم ذولاك على جبنهم بعض الأفعال يسوي، يضربون يروحون أو يلتفون في بعض المناطق، طبعا ما عندهم ثبات، وسواء مثل الدوريات نسميها أو مثل المجاميع تجي تضرب وتروح وهذا، ولكن لحد الآن ما مأثر على وضعنا بصفة عامة. معطيات الميدان لا تعطي أفضلية لمسلحي داعش بعد خسارتهم المدن والقرى في العراق وسوريا، لتصبح بذلك الهجمات المتفرقة مجرد مشاغلة وليس سيطرة على أي نقطة عراقية على الحدود. تحركات يربطها الخبراء بمشاريع إشغال المنطقة بقلق أمني وصراعات لا تنتهي. الإرادة التي تقف خلف داعش التي صنعتها ومولتها وترعاها حتى في الميدان لا زالت تتخذ منها ورقة ابتزاز، لا سيما في مسرحي العمليات في سوريا وفي العراق. بغداد كانت قد أعلنت إبان اكتمال عملياتها العسكرية ضد داعش، تمكين قواتها من إدارة الحدود وتحصينها بشكل محكم عبر تزويدها بكاميرات مراقبة وطائرات مسيرة، لكنها لم تباشر بعد بهذه الإجراءات التي توصف بالمهمة لمنع تسلل الجماعات المسلحة. الهجمات المستمرة لفلول تنظيم داعش على المخافر الحدودية للقوات العراقية عند الحدود مع سوريا غير مؤثرة وفق القيادات الميدانية، لكن هذا التأثير قد يزداد في ظل وجود محميات جغرافية أوجدتها أجندات مخابراتية وفق المختصين لاستيعاب عناصر داعش الهاربين من مسارح العمليات السابقة. محمد الفهد، بغداد، الميادين. نشرت السلطات العراقية أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث. في قائمة الأسماء يظهر اسم ابنة صدام حسين رغد التي تعيش حاليا في الأردن، واسم 28 من داعش و12 من قادة تنظيم القاعدة و20 من قادة حزب البعث المنحل.
وتعود جميع تلك الأسماء لعراقيين سوى لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور الذي اتهم بتجنيد مقاتلين للمشاركة في الأنشطة الإرهابية في العراق، مع الإشارة إلى أن اللائحة لم تدرج اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على عدم حاجة إيران لإجراء مباحثات حول تعزيز قدراتها الدفاعية في كلمة له خلال افتتاح 10 مراكز ثقافية ومتاحف حول الدفاع المقدس. قال روحاني إن إيران ستصنع أي سلاح وبالكميات التي تريد للدفاع عن نفسها في إطار القوانين. يجب أن نكون مستعدين لرفع التهديدات عن شعبنا، ولتحقيق ذلك فإن الشعب الإيراني والمسؤولين ليسوا بحاجة إلى أي مباحثات حول قدراتنا الدفاعية مع أي دولة، وإذا ما سألنا أحد سنرد عليه ردا حاسما وقويا وواضحا، سنصنع أي سلاح وبالكميات التي نريدها ووفق حاجاتنا وفي إطار قوانيننا وفتاوى قائد الثورة. لا نسعى إلى أسلحة الدمار الشامل لأنها تناقض التعهدات الدولية، بل وأكثر من ذلك لأنها تتنافى مع فتاوى قائد الثورة ومع أخلاقنا وديننا. في ليبيا تعرضت مجموعة من نازحي مدينة تاورغاء المقيمين في منطقة قرارة القطف لإطلاق نار من قبل قوات رجحت مصادر انتمائها لقوات البنيان المرصوص. رئيس لجنة مصراتة تاورغاء للحوار يوسف زرزاح كان اتهم أهالي تاورغاء برفع شعارات كالتي رفعوها خلال اقتحامهم مصراتة عام 2011، ما استفز المتضررين من مصراتة بحسب قوله. زرزاح أعلن أن ما يعرقل عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم هو تصرفات بعض ممثليهم وتصريحاتهم في وسائل الإعلام. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مصراتة المحلل السياسي أحمد روياتي. أهلا بك سيد روياتي. على ما يبدو بأن المشكلة الحالية هي امتداد لما حدث في عام 2011. بداية لو تشرح لنا الصورة بشكل مفصل أكثر. مساء الخير سيدي، اشكرك على الاستضافه واحييك واحيي كل متابعي قناتكم الموقره. أهلا بك. بالفعل هي امتداد لازمه حصلت في 2011 ما بين منطقه تاورغا ومدينه مصراتة بعد انطلاق ثوره 17 من فبراير، عندما وقبل ان يتدخل المجتمع الدولي، عندما وقف اهالي وابناء هذه القريه او المنطقه منطقه تاورغا مع النظام القذافي ضد مدينه مصراتة والثوره عندما اندلعت مدينه مصراتة، وحصل ما حصل من انتهاكات فظيعه وكبيره من تلك القريه او تلك المنطقه تجاه ثوار واهالي مدينه مصراتة المحاليه لهم، كون ان منطقه تاورغا تبعد حوالي 40 كيلومتر شرق مدينه مصراتة. وبعد ان انتصرت الثوره وزحف الثوار في حينه اتذكر في 20/8/2011 باتجاه مدينه تاورغا ومنطقه تاورغا، ونظرا للافعال التي حصلت من ابناء تلك المنطقه وجدت تلك المدينة خالية الوساط إلا من بعض الشيوخ كبار السن في حينه، والذين لم يستطيعوا حتى البقاء في حينه وذهبوا أو خرجوا من مدينتهم، وأصبحت المدينة خالية الوساط واهترأت مع الزمن ونتيجة الحرب والإصابات، وأصبحت شبه مدينة أشباح. تطور هذا الملف وأخذ أبعاد كثيرة خلال السبع سنوات بعد انتصار الثورة، من حيث الآلام الكبيرة التي مست الكثير من أهالي مصراتة. وايضا لن انكر ان اهالي مدينه تاورغا ايضا خلال هذه السبع سنوات تعرضوا للمهانه وتعرضوا الى الاذلال بشكل كبير، حيث توزعوا في بعض المخيمات داخل مدن ليبيا في بنغازي ومصراتة، وبعضهم حتى هاجر خارج ليبيا. وظلت المطالبات الكبيره وعجز الحكومات المتتابعه في حل اشكاليه هؤلاء اهالي مدينه تاورغا الذين لم يستطيعوا العوده نتيجه رفض مجموعه كبيره من مدينه مصراتة ممن لحقهم الضرر في حينه. ولكن هذا الملف اخذ ابعاد اخرى قبل سنتين من الان، بعد ان هدات النفوس نسبيا شكلت لجنه للامانه من قبل بلديه مصراتة في تفاهمات مع المجلس المحلي لتلك المنطقه، حيث شكلت مجلس محلي بقياده السيد عبد الرحمن الشكشاك، قام بالتواصل مع السيده الشهيد محمد الشتاوي الذي اغتيل منذ فتره قليله، وشكلت لجنة لمحاولة حلحلة هذا الملف بما يتماشى مع الحقوق العامة والواجبات
وما يقوله الشرع والقوانين. وبالفعل بعد سنتين من هذه المفاوضات تم الوصول إلى اتفاق اعتمد في شهر 6 الماضي من قبل المجلس، عرض على المجلس الرئاسي باعتبار السلطات الرسمية الليبية، الذي تبنى هذا الاتفاق ما بين اللجنتين وألزم نفسه قانونا بتوفير الإمكانيات المادية في من حيث تعويض الأضرار وما إلى ذلك لترسيخ واستكمال مشروع الاتفاق. وحدد موعد لحضور أهالي طورغاء كان يوم 1 فبراير اللي هو قبل 4 أيام. للأمانة وكون أن هذا الملف استغلال كبير في ليبيا من كثير من الأطراف السياسية التي أصبحت متعادية ومتخاصمة فيما بينها، ضم هذا الاستعمال يتشوب فترات أو فترات فتور وينشط في بعض الأحيان من بعض التيارات في خضم الخصام والصراع السياسي الحاصل. طيب إذن أكثر من نقطة فعليا سيد رويات يترتب على هذا الكلام وهذا الشرح الذي أفدتنا به. أولها، من هي الأطراف المستفيدة فعليا مما يحصل ما بين أهالي تاورغاء وأهالي مصراتة؟ ثانيا، كان هناك فعل في 2011 ورد فعل، الأطراف كلها مذنبة بحق بعضها، لماذا تنكأ الجراح بهذه الطريقة في الوقت الحالي؟ سيدتي، أول المستفيد من هذا التيار هو الصراع الليبي، أخذ أبعاد وأشكال كثيرة منذ 2011. الكل يعرف كيف انقسمت ليبيا في البدايات ما بين صراع ما بين النظام السابق والثوار، ما فيما بعد وعند تشكل الحكومة الأولى والثانية، حكومة السيد كي والسيد زيدان، تشكلت أو خلقت في ليبيا أو ظهرت للعيان في ليبيا التقسيمات الفكرية أو ما يعرف بالتوجهات الفكرية، ربما هكذا نسميها، حيث أصبحت هناك تيارات إسلامية وتيارات ليبرالية واشتراكية وما إلى ذلك. هذا التقسيم السياسي الذي حصل في ليبيا أخذ أبعاد في الصراع أبعاد أخرى. انقسمت هذه الصراعات أيضا في 2014 عبر حرب المعروف وحرب الفجر، والتي قسمت ليبيا إلى جزئين أو شبه جزئين عندما انتقل البرلمان إلى المنطقة الشرقية، وظهرت هناك نواه الكرامة بقيادة حفتر، وضم في المنطقة الغربية هناك سيطرة لمجموعات التيار الإسلامي، إضافة إلى تيارات الثورة بشكل كبير من التيارات الأخرى التي تأبى التداخل مع تيار الكرامة. هذه التقسيمات ألقت بدلالها بحيث أصبح هناك عداء. إذا نظرنا إلى ليبيا الآن سنجد أن هناك عداء ما بين المنطقة الغربية والشرقية قائم على نفس مفهوم الكرامة والفجر. طيب، لأنه انتهى الوقت فعليا، من المخول الآن بجملة واحدة لحل هذا النزاع ما بين أهل مصراتة وتوارغة؟ هو للأمانة لا أحد مخول إلا المنطقتين، ولكن كما قلت هو شبه مصراتة اتفقت إلا قلة قليلة زالت متشددة، يمكن أن نحسبها على التيار المتشدد الذي يحاول أن يستمر. نعم، أشكرك كل الشكر أحمد رياتي المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من ليبيا. نذكر بالعناوين. معارك عنيفة بين وحدات حماية الشعب والجيش التركي في ناحية بلبل الحدودية مع تركيا. تظاهرات في مدينة بنش ومحيطها بريف إدلب للمطالبة بخروج مسلحي جبهة النصرة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرعن بؤرة استيطانية في الضفة ومناورة لإخلاء مبنى الكنيسة لضمان استمرار عمله في حال إصابته. صعوبات تواجه عودة أهالي مدينة تاورغاء الليبية، وأهالي مصراتة يطالبونهم بالتراجع عن مواقفهم العدائية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.